نجبد تشي خلاقة ما غنجبدها. انا غنقول لكم غير فلان نحيد من الشمس بعدا، انا دارتني الشمس ندير العكس، خليت بالي وجيت نهضر هنايا صافي وكاسر الشمس العكس. خوتي انا اليوم ما بغيت نفرقع الرمانة، بغيت نهضر بغيت نتكلم واختاري طونوبيلتي باش ما نديرو نجيش ولادي محنتهم وراجلي تا هو مابقاش بغاني نسمع كاع هاد الهضره اللي غنقول. علاش انا دابا اختاريت نهضر في دقه باش ما نبقاش مضروره في قلبي ما كنعش خوتي، وخايفه الناس تقول خايفه هادي، ولكن اليوم غنفرقع الرمانه وغنقول لكم الحقيقه في الدقيقه، والكومونتيرات راه سمعتهم وما ديتش عليهم. خوتي انا غادي نبدا لكم الاختصار بلا ما نبقى نجبد في سميتو، لان انا ما نعساش ليل كامل، ما نعساش عقده بغيت تعيد وغنقولها. وكما انا كنقول الحقيقه ونهار عرفتوني كنقول الحقيقه، انا امي ما قارياش وما كدارش بيا وما كيدير لي حتى واحد رزقي وما تتدارش بيا، ولكن خانتني بالزولتي، خانتني بنتك حليبي، خانني لا اله الا الله، حليبي خانني اخوتي. انا نقول لكم علاش حليبي خانني، بنتك باقا صغيره اختي رشيده، رضعت وخانتني، كبرت وخانتني، درت وخانتني. يسرى اخوتي يسرى خانتني معنى الكلمه. انا نعاود لكم من الديبار كيفاش جا داك المخلوق. داك المخلوق جا عندي الريستوران نهار الاول، جا كيفرق في الفلوس، داخل الصنادل ديال لي مارك وكيشري من المدينه اي دوزيام، ماشي حتى البروميير اي دوزيام، من المدينه يشريهم وجاي كله لي مارك، جاي سكران وانسان زباله راه كتولي جامع. انا عرفتو داك النهار كان سكران وكنت عليه زباله، راه كتولي جامع، اي واحد تابع ليه اي واحد كيما يكون خلقو كيتوب عليه الله، ما ماشي عيب، ماشي عيب شرب، ماشي عيب كارو، ماشي عيب حتى حاجه، عيب النصب والاحتيال واللي عيب. ها انتم سامعوا خوتي، سامعوا هاد رشيده، انا نعاود لكم باش واللي غيعرف كتعاني مع بنتها غيقول رشيده عندها حق. وكتبوا لي في لي كومونتير نصاب وانا ما تقتش بيكم وما بغيتش نكبر الموضوع. وبنتي كتقول لي لا ماما راه كنعرفو في انستغرام امين، ماما راه كنعرفو امين، وكما كتعرفش خلقته طبعا ما عرفتش. الصبر الصبر راه شي دقتي، سولو سولو ما تقولش تعطيو بناتكم لاي واحد الا ما سولتوش. عطى لواحد السيده 80000، سولو اختي لحقتي السياره لبنتك باقا صغيره صاحبتي، عطاهم كلهم فرق عليهم في الريستور عندي. ولاد الناس راه غيسمعوني ويقولوا شهاده الحق، شهاده الحق، نتمنى يسمعوني ولو ما يعرفوش يكتبوا يعطيو الناس اللي يكتبوا لهم ويقولوا شهاده الحق، شهاده الحق اخوتي. سامعوا اخوتي، سمعوا 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 سمعوا. والسيد انا مسكينه، انا بغيت ليها ولد الناس اللي كرمها اييه، واللي عايشه بخير ما طمعش فيا وما يطمعش حتى هو. داكشي اللي كاين صافي. جات قالت لي ماما راني هضرت، سمعتوا يا البنات يا الاولاد، الدري هو نصاب نصاب ونصاب حتى بحومتهم ومتغير، نصاب دارهم ما تيسوا والو، ما عندهم والو، الرفونتي ما عندهمش، دارهم ما بحالهمش، دارهم ما عندهمش اخوتي باش غير وكل شيء ما عندهمش. انا اللي عندي الفلوس انا اللي عندي الفلوس، عندي الفيلا وعندي الديور وعندي كل شيء، والريستوران ما نضش درت توارق. ايوا كثير نصاب اللي ما عندوش كيولي عنده، ماشي مشكل ما عليناش. جا خطب واللي كان عنده ما كيبقاش عنده. بنتي نصبت معاه، بنتي يسرى نصابه هي وياها يسرى، كنقول لبنيتي تعلمها السيد متيقنا غيقوم بك. عيط ليا يا ربي نكمل لكم، عيط ليا دانيال وطيل هيلتون اللي كاين في سوفيتيل دابا. هيلتون حنا كنقولها قديمه بحال غابه هيلتون، مشات على هيلتون. انا اللي بقيت عاقل هيلتون بكري. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا اختي ديها في راسك و والله
غادي نقول لك هذه هي الدنيا. المهم رضي بنتك صاحبتي، ما تخليهاش، حاولي مع بنتك شويه بشويه حتى ترضيها. صافي هذا الشيء اللي كاين، بنتك باقا صغيره. يلا حبيبتي مع السلامه، والى فيديو اخر ان شاء الله. توجور عاش الملك حبيبي. يلا انا صافي الضو كنهضر معاكم. يلا خوتي مع السلامه، والى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.